في وسط صحراء النفود شمال السعودية، تشكلت مدينة جبة التاريخية والمسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو لوجود بقايا أقدم المواقع الإنسانية التي تعود للعصور الحجرية. لهذه المدينة صغيرة المساحة والكبيرة بكرم وحفاوة أهلها صفات انفردت بها، إذ تبنى المنازل هنا ودور الضيافة بلا أبواب خارجية حتى لا يتردد الزائر أو السائح بالدخول. اتخذوا أهل جبة أنهم ما يسكرون البيبان، لأن يجي هاتش الليل، اللي يجي نص الليل، واللي يجي والناس عند الناس تتعب، اللي يستي واللي ويا من فات أول الليل تنوم الناس، ما يبون يسكرون البيبان عشان ينوخ الضيف المناخة، يشوف المجلس مفتوح ويشوف النار حية، يتقهوى ويمرح ويجا الصبح يقام بواجبه ويمشي مسيرته. نواف العبيكة والملقب أبو نارين، الذي لا تطفأ ناره لا ليلة ولا نهار، كرمز للكرم والضيافة. يا ضد السير لأبو نارين تلقى المناعير في بيته، يقف ويحل يحيي بليلافين، يضحك عجاج اللي جيته. أبو نارين والله واحد من الشعار، من شعار جبة، يشوفنا بوقت الشتاء نحط نارين، وقصد القصيدة واشهرت الطبيعة هذه، يعني ورثينا أن نستقبل الضيف كل وقت، وعلمونا أجدادنا بالشيء هذا وتوارثناه. اللي جاهز دايم، اللي معروف، يعني إذا القهوة والقدوع، وإذا هو وقت الصبح الفطور، والظهر الغداء، وبالليل العشاء. تعد مدينة جبة محطة رئيسة وقبلة المستشرقين الغربيين الذين زاروا الجزيرة العربية نظراً لموقعها الجغرافي الذي يقع على طريق قوافل الرحالة، كما تعد متحفاً فنياً من متاحف الشعوب القديمة. من مدينة جبة شمال السعودية، سلطان السلمي، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.